مشاهدينا، لتسليط الضوء حول هذه الظواهر التي أصبح يعيشها مجتمعنا، يلتحق بنا على المباشر الأستاذ بشير بريقي المختص في التنمية البشرية. مساء الخير سيدي. مساء الخير، أهلا وسهلا، كيف حالك لاباس؟ الحمد لله. بداية أستاذ بشير بريقي، اليوم نحن أمام ظاهرة غريبة، أطفال يقتلون على أيدي أوليائهم. في نظركم كيف ستنعكس هذه الظاهرة على أطفالنا داخل المجتمع الجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شكرا لكم على هذا الاتصال، في أقل شكر لقناة النهار على تناولنا هذا الموضوع، خصوصا أن هذا الموضوع تكرر عدة مرات في هذه السنة، وليس موضوع ما أصبحش موضوع جديد، وكأنه المجتمع الجزائري تعود على هذا الموضوع، وأصبح يعني كأنه نوع من المواضيع اللي أصبحت يعني كأنه وصلت إلى الدرجة الأخيرة. يعني نتكلم أنا بالدرجة الأولى، ركز دائما كما تعرفوني على الظاهرة الإعلامية أكثر من الظاهرة الاجتماعية، لأنه هناك متخصصين في علم الاجتماع يتكلمون في الموضوع أكثر بكثير من متخصصين في التنمية البشرية. لكن ما أريد أن أقوله بأنه إذا كنا نتكلم على ظاهرة الاعتداء على الأبناء، ولا ظاهرة الاعتداء على الأطفال، أو ما يسمى الطفولة المحرومة في الجزائر، أو ما يسمى التعنيف الأطفال، فهي تعتبر ظاهرة في الجزائر، ونعرفها احنا نأكدوها يعني كمختصين، لأن الطفل يتعرض من يومه الأول، من يوم ولادته، إلى تعنيف، يعني في سواء في المستشفى أو حتى في الكلام اللي يسمعه، يعني في بداية ما يولد أو قبل ما يولد، حتى في بطن أمه يسمع كلام عنيف كثير جدا، نظرا لأنه ظاهرة العنف يعني موجودة في المجتمع الجزائري. لكن عندما نتكلم عن ما يسمى ظاهرة العنف، يعني ولا ظاهرة العنف للقتل يعني، أو التنكيل بالأطفال من الأهالي، هنا تتغير ممكن المصطلحات، لكن ما يؤسف له أنه الأمر أصبح فعلا حديث الخاص والعام، يعني ما يؤسف له أنه طيب أستاذ بشير بريقي، يعني عذرا على المقاطعة، في رأيك هل تعتقد بأنه حتى الأولياء في حد ذاتهم هم بحاجة اليوم إلى مرافقة نفسية، ربما نظرا للضغوطات اللي يتعرضوا لها أثناء حياتهم؟ نعم، الموضوع بهذه الطريقة، لأنه في كثير من الحالات عندما نتساءل الأولياء، عندما نتساءل سبب، يا سبب إنجابهم للأطفال، أو سبب وجود الأطفال عندهم في هذه الحياة، ربما الناس لا يعلمون أو لا يدركون لماذا ينجبون أطفال ولماذا يربونهم، لذلك يحتاجون دائما إلى الدعم، إلى المساندة، إلى المرافقة النفسية، أو إلى المتابعة أو التدريب أو التكوين في هذا الإطار. وإحنا ندين عدة مرات أنه لابد أن تؤهل الأسرة قبل أن يؤهل الفرد للأسرة، قبل ما تكون عنده أسرة متكاملة، لأنه في كثير من الحالات بعد ما يكون عنده أسرة وأولاد وتبعات ونفقات، حتى لو يكون شخص متعلم، في النهاية دائما الضغط راح يعمل تأثير نفسي مختلف تماما، لأنه كثير من الناس لا تتوقع ما معنى الأسرة، وما معنى يعني الأطفال، ومعنى تربية الأطفال والقيام بمهام يعني. نعم، شكرا لك الأستاذ بشير بريقي المختص في التنمية البشرية على كل هذه التوضيحات. الله يخليك، شكرا.